No me lo asumí. Quítale. Hablo tortillico, طبعا. السلام عليكم. صاحب محلة البي سي صلاح بعفرين. كوضع البي سي تقريبا اعتمادنا على البي سي على عيدين، عيد الصغير وعيد الكبير. عيد الصغير الجو ما ساعدنا، يعني بين الصيف والشتاء انضرب علينا عنا السوق البي سي بالصيف بالعيد الصغير. اعتمادنا هلا على عيد الكبير، وقفنا على عيد الكبير بقيان عيد يومين ثلاثة. حاليا أسواق يعني كتير سيء، ما في أسواق، عالم ما عم تنزل ما عم تتسوق. يلا منان حرك لي حالك. هرين جيب بضاعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. فتحنا اليوم نحن أيوني بسطة بصة تشكيلة المحبي. عندنا اقبال الحمد لله رب العالمين، بس اقبال ضعيف، يعني العالم لسه ما يقبضني رواتبه، يعني اقبال ضعيف. وان شاء الله بس ان قبضت هيك رواتبه ان شاء الله بصير حركه ان شاء الله، والله يبارك فيكم. هون بسطة ابو جودات بسوق الشعبي. والله بس فروش مؤقته، خط احمر خط. عليكم، كل عام وانتم بخير. نحن حلويات زاره الخليج، عندنا بتيفورات ومعجنات وحلويات ضيافه، يعني السوق الحمد لله في سوق بس شوي يعني ضعيفه بالنسبة المادية، يعني عالم ما معه مصاري كتير، وأسعار عنا ما شاء الله مناسب، يعني قد ما عم نرخص الأسعار يعني عم بيع برأس مال بس مشان الشعب يعني مبسوط ويشتري ويتعيدوا أولاد وما أولاد. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. نحن نزلنا على السوق مشان نشتري أغراض الأولاد يعني، بس السوق المشكله يعني اسعار نفس الاسعار، بس المشكله انه الشغل ضعيف شوي، لهيك ما قدرنا انه نشتري على اشترينا على قد الامكانيه. يعني مشكلتنا مشكله الشغل هون شوي، الشغل صاير ضعيف لهيك السوق شوي مو مثل قبل. يعني يعطيك العافيه. أنا اسمي فيا، عمري 14 سنة من عفرين. اليوم نزلنا أنا وأهلي نجيب أغراض العيد، الحمد لله كانت الأسعار منيحة ومناسبة. أنا اسمي جودي، جيت مع أهلي عشان أشتري أغراض العيد. كل عام أنتم بخير. أنا اسمي سيوان، وأنا وأهلي نزلنا نشتري تياب العيد، والأسعار كانت كتير حلوة والتياب كتير حلوة. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. علاء حنورة، أنا هون بسطجي بسوق التلال. موجودين يعني هون الأسواق كتير ضعيفة جدا جدا بالنسبة للأسواق. العالم ما مع يعني ما مع سيولة تجي على السوق، إمكانية الأسعار كتير مناسبة، يعني الأسعار كتير رخيصة بالنسبة للسوق. إيه هالترتيبة. العيد الماضي الحركة أفضل طبعا، دائما العيد الصغير بيجي أفضل من العيد الكبير شاكين. إيه وشو يعني زحمات السوق ما فيها زحمة طاول، يعني اليوم نحن ضل ثلاثة أيام للعيد ما في يعني اليوم ما بتجوز اليوم دخلك مخرجك. مباركي بسطة ابو جودات معروفي بالسوق الشعبي. يلا يا خالة، يلا يا عمو، يا جبار يا جبار، عليك الجبر يا رب. 200 ليرة ليش بقول لك انا الدنيا ابو شاي ما كمل.